بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأحيي بناتي. اليوم بنشوف بأحلى طبخة منو من البنات بيفوزوا؟ صالونة اللحم والعيش الأبيض، منو من البنات بيفوزوا عندنا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي أخواني المشاهدين وخواتي المشاهدات وبناتي سارة ومنى. كيف حالك أم الغالية؟ الحمد لله أمي، أنت إيش حالك؟ شو أخبارك؟ الله يعطيك العافية. وإيش حالك حبيبتي؟ الحمد لله. يا مرحبا. إيش حال الأهل؟ كلهم زينين؟ كلهم بخير. يا مرحبا. حيا إن شاء الله أمي. وإيش حالك منى؟ بخير أمي الحمد لله. أنت أخبارك؟ الله يعافيك. إيش حالك؟ إيش حال العيال؟ الأهل كلهم زينين؟ كلهم بخير ربي يعافيك. حال صحتك حبيبي؟ الحمد لله. أنت أخبارك أمي؟ يا مرحبا. مرحبا. حيا إن شاء الله. الله يحييك. الحين بعلمكم عن المقادير اللي هو صالونة اللحم. عندنا الهيل الناعم، عندنا الكمون الحب، عندنا البقدونس الحب، عندنا الثوم الناعم، وعندنا الابزار الصحيح، عندنا القرفه الناعمه، وعندنا الكمون الناعم، عندنا معجون الطماط، وعندنا الكركم، وعندنا القرفه الخشب، وعندنا الورق الغار الناشف، وعندنا الليمون الناشف، وعندنا الهيل، وعندنا الزيت، وعندنا الطماط، وعندنا البصل، وعندنا البقدونس، وعندنا الكسبره، وعندنا الثوم، وعندنا الزنجبيل، وعندنا اللحم، وعندنا العيش. يلا بنات، ابا حماس ان شاء الله امي باحلى طبخه اليوم. بنشوف اليوم البنات باحلى طبخه، منو بيفوز عندنا؟ ان شاء الله. ساره ولا منى؟ منى ولا ساره؟ ان شاء الله منى. مره ابغى عندكم تحدي ترى، واحلى طبخه. ان شاء الله منى. ان شاء الله. شو اخبار ساره؟ الحمد لله. انت ايش حالك؟ الحمد لله. شو المعنويات اليوم؟ الحمد لله. جاهزه؟ جاهزه. تخسرين ولا بتفوزين؟ لا بفوز اكيد. هي متاكده؟ متاكده. بنشوف امي بتحكم من بيننا، وبنشوف انا ولا انت. ان شاء الله. ان شاء الله. انا ان شاء الله جدر بيطلع الملاس حبيبي. شو حطي الزيت؟ ايه الحين حطينا المي مال العيش، حطينا ورق غار، حطينا الهيل، حطينا مسمار كم بنحبه. الحين بحط اللحم. بحطي هني العيش. بحط لنا طبعاً كم حبة هيل شوي، ونحط كمون يابس شوي. طبعاً صالونة اللحم يعني شوي يبالها البهارات اليابسة لأن تطلع الريحة من اللحم، ولا شو رأيك أمي؟ إي نعم. يشيل الروائح منها. يشيل الروائح من اللحم. نعم. أنت شو سارة، تحبين صالونة اللحم ولا صالونة الدياي؟ لا احب صالونه اللحم اكثر. اكثر شيء؟ هي. والله؟ هي. زين ساره، بما انك انت تحبين صالونه اللحم، شو الخضار اللي تستخدمينه في الصالونه؟ هني عندي الليزر. هي. والبطاط. زين. وعندي الطماط والبصل. زين. والثوم. بعد؟ بس. بس هل تستخدمينه في الصالونه؟ تستخدمينه في صالونة اللحم يعني كله نفس الشيء، ما تزيدين أي خضرة ثانية؟ لا. أنا بعد تدرين يعني إحنا أصلاً في البيت، أنا لما أسوي حق عيالي الصالونة يعني وايد يحبون صالونة اللحم، بس شو أسوي؟ أزيد لهم الخضرة. بعد تدرين وايد يحبون الخضرة في صالونة اللحم، تقريباً كل أسبوع يعني أسوي لهم الصالون. وأنت بعد شو تحطين؟ تقريباً نفس الخضرة أحس. هي الجزر والبطاط ولا شو يسمونه، ولا الكسبرة والبقدونس، غير البهارات طبعا الثانيه اللي احنا نستخدمها في الصالونه يعني. يلا بنات، يلا يا إن شاء الله بنات. إن شاء الله. يلا يا بنات، لا تحاتين اليوم بتاكلين احلى طبخه. تري التحدي طبعا. الحين اسعق قص الطماط، ها
هذا عشان الخلطة، خلطة الصالونة، صالونة اللحم. ري التحدي يلا بنات، منو اليوم بنشوف منو بيفوز؟ إن شاء الله من اليوم بتحين أحلى صالونة لحم. صالونة لحم بنشوف منو التحدي الحمد البنات الحين منو من البنات بيفوز؟ إن شاء الله. سارة ولا منى؟ منى إن شاء الله. منى. سارة. إن شاء الله القدر بيطلع الملاس. إن شاء الله. ايه ما له كلام يا يا ساره. لا ان شاء الله بنشوف. لا ان شاء الله ان شاء الله يا ساره بتاكلين احلى صالونه ان شاء الله. ان شاء الله حاسبي حاسبي على ايديكم ان شاء الله. حاسبوا عن الستين، حاسبوا عن عمركم، عن الحراره، عن النار، عن يوم تشيلون الخلق ما تشدون، طبقوا واحفظوا عماركم عن الحراره ان شاء الله، لان الحراره مضره حق الجسم حق هذا، الانسان يتعب. الحين اقطع الزنجبيل والثوم كله صار عندي جاهز، بس الكزبرة ناخذ شوي والبقدونس. أمي بسألك، في ناس ما تحب تحطي الزنجبيل في الأكل. الزنجبيل هو لذيذ، ألذ بالأكل، يعطيك نغمة بالأكل، ليك طعمة بعد. إذا حطيت الزنجبيل الناشف ولا الزنجبيل الأخضر تقدر تأكله وأنت يعطيك لذة بالأكل، وايد لذيذ يعطيك. زين حتى ينعرف ما في الزنجبيل اليوم، سامحونا الشكل. إنزين أمي، يعني إحنا عندنا الزنجبيل اللي هو صحيح نفس هذا البطاط، وعندنا الزنجبيل المطحون. نستخدم الاثنين عادي ولا لو نعم مثلا عادي نستخدمها عادي ما نستخدم الثاني؟ لا عادي حبيبي عادي. نستخدمها من الاثنين عادي. في ناس يعني تفضل تستخدم واحد. الأخضر هو المفيد. هي. والمفيد بالأكلة ويعطيك لذة الأكل ويعطيك نغمة الأكل. هي. لذيذ استخدام الزنجبيل لكل شيء. هي. لكل شيء حبيبي، هذا بعد علاج الزنجبيل. في ناس تستخدم الزنجبيل الأخضر ما تستخدم الزنجبيل المطحون، وفي ناس العكس تستخدم حق الاشياط الزنجبيل الناعم. هي. حق الصالونة حق هذا استوي بكل بأي حال يستوي يستوي يستوي. هي. نعم الحين صار عندي العيش جاهز، سكرنا عليه، خلت العيش. قال البنات عندهم تحدي الحين، بنشوف تحدي وين بوصلوا. الحين سارة تحدي منى ومنى تحدي سارة، الحين بنشوف تحديهم مو وين يطلع، عند سارة ولا عند منى. أمي الحين احنا نطبخ على الغاز، قبل كيف كنتوا تطبخون؟ نطبخ على الحطب حبيبي، يصير الحطب الحريم، يصير الحطب يصلوا الفجر ويصيروا حد منهم يصيروا قبل الصلاة، يصلوا هناك في السيح قبل الناس تطلع من الصلاة رايحين، أربع خمس حريم ما حرمة حرمتين، عشان لو وحدة تتعب وحدة تشل الثانية، أربع خمس حريم يتواعدون في الليل، وعقب صاروا الصبح شلوا الحبال، هذا الحبال الليف مال النخل، يشلوا حبال قوية ما يعتين تنقص عنهم ولا شيء، شلوا ساروا هذه تحطب الظفرة، تحطب الحطب، الحرمل هذا تجيب السمر، هذا تجيب الحطب ما واحد، أنت جايبة غير وهذا جايبة غير وهذا جايبة غير، الظفرة إذا شلوها ولفوها حق الخبز يخبزوا فيها بعد، عقب ما خبزوا فيها حفظوها يجيبوها يومية يصيروا عشان ما ينقص عنهم الحطب. الحين حطينا العيش مره ثانيه في القدر، حطينا تحت الدهن شويه. ايه ويا الكركم خلاص عندي العيش خلاص. انا بعد زينه بالقرفه شوي من فوق والهيل، النهايه يعطينا شوي ريحه للعيش. كزبره والبقدونس. هاي يا ساره وين وصلتي؟ يلا عند البنات عندهم تحدي، بقص البنات عندهم تحدي الحين بنشوف منو خلصت العيش كله. هي. ساره ولا بديتي ولا في الصالونه ولا بعدك؟ لا الحين ببدا. احنا البنات عندهم تحدي بنشوف احلى طبخه اليوم، صالونه لحم والعيش الابيض. الحين بيطلع الجدر من الملاس ان شاء الله، الحين الملاس بيطلعه من الجدر، بنشوف منو التحدي منو بيفوز عندنا ان شاء الله. امي انا ساره ولا منى؟ ان شاء الله ساره. ساره ان شاء الله منى. ان شاء الله بيطلع، هو بيطلع على ما يقول، لكن اباكم حماس منو احلى طبخه بهذه الطبخه اللي بيطلعها، هو بيطلع
من الجدر بيطلع الملاس. بتبين الصالون أمي؟ بتبين إن شاء الله. صالون إن شاء الله بتبين. ليكم الفوز إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيكم العافية يا بنات اليوم. تشوف شطارتك يا سارة. إن شاء الله. آه شطار ما شاء الله شطار شطار. أنا ولا هي أمي؟ الحين أنا ما أقدر أحكم. هي العالم الله. لكن بالخلاص وبالتمييز وبال تعديل وبالغراف العيش وبالغراف الصالونة إذا انغرفت. يلا بنات أبا حماس بشوف منو اليوم بيفوز عندنا أحلى طبخة سارة ولا منى؟ إن شاء الله أنا. إن شاء الله أنا. إن شاء الله عليكم الفوز. إن شاء الله عليكم. الحين بنشوف سارة بتفوز ولا منى بتفوز ولا منى بتفوز ولا سارة بتفوز. إن شاء الله أمي أنا. إن شاء الله بنشوف الحين التحدي. أباكم حماس مرة بأحلى طبخة إن شاء الله. إيه إن شاء الله. هذا هو الطبخة الواحد تعليم شوي 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 لين يأخذ على يدي. ما في واحد طالع يعرف ولا شيء، لازم يتعلم. كل ما تعلم إذا غلط تكرر الغلطة تتصلح الغلطة مرة ومرتين عشان تحفظ الأكل وتحطي يطلع الأكل فنان مرة فنان مرة ماشي شرواته. إيه إن شاء الله. وباكم أحلى طبخة إن شاء الله تعجب المشاهدين ويطبقوها عندهم بالبيت بأحلى طبخة إن شاء الله. مين أحلى طبخة إن شاء الله؟ إن شاء الله. هاي يا سارة وين وصلتي؟ الحين بس ببدأ أسوي حطيت البصل والثوم والزنجبيل. ما بقول سابقتني وايد يعني لاني خلاص الحين بلحقت. لا عادي وراتي. يلا شطار شطار. يلا بحماس بنات ان شاء الله. الله. منو بفوز؟ شادوا شادوا بعضكم بعض بس لا تضاربون. ان شاء الله. ان شاء الله. تناقشوا لكن لا تضاربوا لا تنضرون بعض. بس أباكم حماس منو بفوز؟ منى تقول أنا بفوز، سارة تقول أنا بفوز. إن شاء الله. إن شاء الله. نشوف الفوز عندي منو، سارة ولا منى؟ عندي. إن شاء الله. عندي إن شاء الله. لا لا إن شاء عندي. الله. منشوف يا سارة. الحين نباكم تفوزوا. ما نباكم ما تفوزوا، نباكم تفوزوا في أحلى طبخة تعجب المشاهدين ويطبقوها إن شاء الله عندهم في البيت بأحلى طبخة. وتعيبك أنت أمي بعد ترى أنت بتقول الحين منو فينا اللي بتكون طبختها أحلى. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أباكم بأحلى طبخة. إحنا حطينا أول تعلمنا هالشكل حبيبي شوي 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 نصير الطوي شوية نصير اليبل شوية نصير الحطب شوية. البنات يلعبون مع بعض يسولفون مع بعض. ها بنات شو سويتوا؟ شو طبختي اليوم؟ طبخت أنا اليوم مكبوس، اليوم طبخت صالونة لحم، اليوم سويت صالونة دياي. البنات يتشاورون بعضهم بعض، البنات يتشاورون بعضهم بعض، روحهم يتناقشون بعد. كانوا يقول أنا بكرة أمي قالت لي أنا بسوي صالونة بسوي صالونة دياي بتعلم، تبى تعلمني؟ أنا بهوايتي أتعلم. بهوايتي أتعلم الصالونة. سبحان الله أمي تصير مكان تصير يعزموها تصير بيت أهلها تصير بيت جيرانها. أنا أطبخ البيت ما بتم ياسة في البيت ما أطبخ بداور إخواني. أمي أنت سيري سيري بيت أهلي سيري بيت الجيران. أنا عند إخواني. البنت تجلس عند إخوانها من عمرها 10 سنوات تداور إخوانها على قول البنت زهرة البيت وحاضنة إخوانها وتداور إخوانها في أكبرهم لأصغرهم. البنت هي حاضنة الأخوان وحاضنة البيت والأم والأبو تدور عليهم تدور في حاجاتهم وأغراضهم. يعني الأم قبل كلها تعتمد على البنت. البنت على طبعاً البنت خصة إذا حفظت أطباع البيت وأطباع الطبخ خلاص. قالت ما أنت حين سيري أنا حين أعرف كل شيء. انت سيري بيت الله سيري بيت المعارف سيري بيت الجيران سيري سيري. قالت بنيتي اليوم بصير اسوي. قالت سيري ما سيري لا تفكري شيء. وشو اسوي؟ مش اسوي اليوم غدا. قالت سوي اليوم صالونة دياي. سوي صالونة دياي جهزت صالونة دياي وسوت اول فرمت البصل فرمت البطاط فرمت الجزر فرمت
حطت حضرت كسي، غسلت العيش خلته، ابتدت بالصالونة خلت الصنم، ابتدت بالعيش. منى تشمين ريحة أكلي؟ والله شم ريحة الشياط واصلة لين وين الريحة، كيف ما تشمينها؟ تحسين أنا اللي بفوز؟ لا تحاولين يا سارة، ترى البارحة طابخة صالونة لحم. زين ما يمنع، ايش تبي توصلين يعني من الآخر انك بتفوزين انتي؟ طبعا. لا شو تسوي ما بتفوزين. اوكي بنشوف بنشوف. انت متى تعلمتي تطبخين؟ ليش يعني لازم اخبرك؟ لازم اشوف اذا بتفوزين اليوم ولا لا. والله اوكي تعلمت يعني وانا كبيره مو وانا صغيره، بس بعد ما يمنع اني انا اللي بفوز. لا انا. ولا شو رايك امي؟ ان شاء الله. لازم يعني البنت تتعلم وهي صغيره يعني الطبخه عشان بعدين يوم تكبر تكون يعني خلاص عندها الخبره وايد، ولا عادي؟ لا عندها الخبره الوايد. عندها الخبره الزينه مره. ولو تعلمت وهي كبيره عادي؟ عادي. صح ولا ما لا؟ ما في مانع، ما في شيء مانع. شفتي؟ اي ما في مانع. يعني تي ولا تي بفوز حتى لو متعلمه وانا كبيره بعد، لا تحاولي. انا. حطي. يلا يلا بشوف التحدي، بشوف التحدي. البنات عندنا تحدي، البنات عندنا تحدي. سارة ومنى عشان يتحدون الطبخة، أحلى طبخة. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الحين البنات منو منهم بيفوز بأحلى طبخة. إن شاء الله أنا. لا أنا. أقولت أنا البارحة وايد متحمسة يعني، وايد متحمسة. أقولت البارحة طابخة صدقيني ما أتنازل عن الفوز. ما شاء الله ما شاء الله طابخة، هاي ما طعت فينا يا أبوي. يلا اليوم اليوم اليوم, اليوم بتطعمين الأكل، بس بتقولين إني أنا اللي مسوية الأكل أحلى. يلا لا يلا. لا أنا صالونة اللحم بتشوفين. بنشوف طبعا هالماي مال اللحم إحنا نستخدمه للصالونة، لأن إحنا أصلا شو رأيك حطينا فيه البهارات كلها، حطينا فيه التوابل الصحيحة وكل شيء، ففي طعم في الماي المرق، فيها ريحه حلوه، فنستخدمها في الصالونه عشان ما نحط ماي ثاني يعني خارجي. بعد يعطينا طعم للصالونه حلو. شطار شطار البنات، شطار البنات. ما بينهم تحدي، يا سلام أنا اللي يا سلام. خلاص. وين واصله وين؟ انا خلاص خلصت، انا نفس الشيء. لا خلاص. يا سلام يا سلام، بينهم تحدي البنات، الحين بنشوف احلى طبخه. ساره ولا منى؟ ان شاء الله ان شاء الله. انا ان شاء الله. عادي انت بس من الحماس ناسيه تحطين ملح. لا لا ما عادي. نسيت تحطين شيء من البهارات. لا حاطه كل شيء ما عادي. عادي اللحم عندك يعني مو مستوي، بنشوف. يلا يلا بنات، يلا نبى الغراب، نبى التحميص، نبى هذا. انا خلاص. خلصتي ساره؟ اي خلصت. متاكده؟ متاكده. أنا بتغرب. ترى على فكرة حتى أنا بعد خلصت. يا سلام. بس يا أنا سلام البنات. البنات تحمس عندهم تحمس. أنا ما طبخ خبرت من الأول. قلت لك أنا البارحة طابخة. مو لازم أخبر سر الطبخة إني أنا شوفي الحين خلصت وخبرت الخطوات أول بأول، بعدين أنت خلاص كشفتيني يعني. إيه. ما يستوي. يلا يلا. هذا التخطيط المناسب. البنات ما شاء الله متحمسين، الحين بنشوف أحلى طبخة منهم البنات بيفوز عندنا اليوم. سارة ولا منى؟ منى. سارة إن شاء الله إن شاء الله سارة، وإن شاء الله منى بالفوز. أتمنى ليكم الفوز يا بنات. إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله الأكل يعيبك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بيعيبني وبيعيب المشاهدين بعد. إن شاء الله. إن شاء الله أباهم المشاهدين يطبقوا على طبخة سارة وطبخة منى بأحلى طبخة. أنا إحنا نغرف العيش. غرفت العيش. إيه. الحين ما شاء الله البنات عندهم تحمس. الحين أنا قاعدة أصب الصالونة. يا سلام على اللون، بس اللون بروحه يخلي الواحد أصلاً يأكل يعني ونفسه مفتوحة يعني. يا سارة لا تحاولي. لا أنا بديت أزين خلاص. إيه. تتزينين ما شفتي لون الصالونة عندي كيف؟ بس انا قلت انا اللي بفوز. يلا يلا بنات، يلا بنات ابا حماس. انا خلصت من تزيين العيش والحين بغرف الصالونه. ساره وين وصلتي؟ خلاص خلاص الحين بغرف الصالونه. يعني انا سابقت انك بوايد. انا خلصت الصالونه عندي جاهزه والحين بس العيش بزينه. بس ترى غشيتي مني. لا 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 شوفي انا مقطع اللومي من لا اول. لا لا غشيتي مني. لا بس انا اخرت انت زين شوي.
انت سبقتيني في التزيين بس ما غشيت صدقيني، انا مقطعه لوني من الاول لان انت كنتي مو بحاطه بالك تحطين. انت زينتي الكسبره وها فوق العيش ما زينتي. زين بعد هي. ما غشيتي مني. غشيتي مني صدقيني ما غشيت لا مني انا. امي بتشوف العيش عندي والصالونه بتقولني انا ما غشيت صح امي؟ ان شاء الله الحين بنشوف بنشوف من تذوق الاكل. الحين البنات عندهم تحدي. يلا الحين البنات عندهم تحدي. تقول ساره تقول انا احلى طبخي، ومنى تقول انا احلى طبخي. الحين بنشوف بتذوق احلى طبخ من. يا امي تفضلي امي. بعد ما زينا الصالونه بسم الله الرحمن الرحيم. لازم بس كل شيء لا بس بعد لازم شوي سنة حسني انا بنشوف الحين امي بتطعم وبتشوف الحين بنتذوق. شوفي اصلا شوفي حتى لون الصالونه كيف اوكي يعني ترى لون الصالونه يفتح النفس. بس بعد لازم تزينين الصالونه. مو لازم ازينها؟ لا لازم. احس انا لا تحسين الحين الحين بنشوف البنات منو احلى. ان شاء الله انا ساره. ان شاء الله انا. لا ساره منى زياده ملح. الصالونه صالونه زياده ملح ولا خلطتها حلوه الحمد لله الملح وباشي. ان شاء الله بحلقات القادمه تعدي لي طبخه وتزيد ذوق الملح وان شاء الله. يا زمي الملح يعني امره سهل عادي نقدر نتصرف فيه يعني. بس اهم شيء انت قلتي ان الصالونه حلوه صح؟ اي لا لكن الملح بعد كثره الملح ما يقدر الواحد يرفع الضغط. لا اوكي المره الجايه بحط اقل يعني عادي ترومين تتحكمين فيه تحطين زياده. زين لا ما بحط زياده لا تحاولي يعني اوكي ان شاء الله المره الجايه. المره الجايه ان شاء الله بتضبطيها بنخفف الملح وبتكون حلوه. بس اهم شيء ان الصالونه طلعت حلوه. حلوه ما شاء الله وخلطتها حلوه الحمد لله. بس هاي يكفي هذا حلو. زين امي وانا ما شاء الله من عز ساره نثري تبارك الله. وانت يا منى شويه متكسر متدقم العيش ما متسكر بعد. شوفي ما جاي يمسكه. العيش اذا سكر يمسك يستوي هي. يمسك على بعض عرفتي كيف هي. حبيبي الحين ان شاء الله بالحلقه القادمه ان شاء الله تضبطي احلى طبخه ان شاء الله. امي يلا امي منو فاتت عندنا ساره باحلى طبخه واحلى قلت البارحه طبخه. مبروك يا مبروك يا ساره. لا تحطين في بالك لا تحطين في بالك بتفوزين مره ثانيه. لا لا بفوز ان شاء الله. مبروك يا ساره الله يبارك فيك ان شاء الله. انت احسن واحسن وانت يا منى ان شاء الله احسن واحسن ان شاء الله. امي يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اطروا رب الحلقه القادمه ان شاء الله باحلى طبخه من 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 البنات وتريونا بحلقه القادمه.